بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مرة تانية. ان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نبص ازاي نعمل داونلود لاس كيو لايت ونجهزه في الكمبيوتر بتاعنا عشان نبدأ نشتغل عليه يعني. فده الموقع اللي عليه اس كيو لايت، هتفتحه وبعد كده تقول له داونلود، هيجيب لك الصفحة بتاع الداونلود بتاعته. في كذا حاجة، في السورس كود لو انت حابب تفتح السورس كود، هو مكتوب بلغة السي. في الدوكيومنتيشن بتاعته، مجموعة من ال HTML files اللي تقدر تشوف فيها الشرح بتاعه. في بقى الباينريز في للاندرويد، ده اللي احنا هنستخدمه يعني، واللينكس والماك والويندوز. خلي بالك اللي معاه ماك، الماك اصلا معاه اس كيو لايت، يعني لو عملت ران اس كيو لايت هيشتغل، بس فيرجن قديم. فلو انت هتشتغل من الماك، نزل الفيرجن الجديد من هنا. لو انت شغال لينكس يوبنتو مثلا او كده، فهتنزل ده. انا شغال حاليا ويندوز يعني، فهنزل الويندوز. الويندوز هتلاقي تحته 3 حاجات، احنا هننزل اللي هي الباندل دي اللي هي فيها التلات برامج اللي احنا هنشتغل عليهم. فهننزل ده، هو 1.8 ميجا تقريبا. فهتضغط تعمل داونلود، هينزل يعني. اول ما تعمل داونلود هنا، خليني افتح الفولدر اللي نزل فيه. هذا البرنامج انا كنت منزله كذا مرة يعني. خلينا نكستراكت هنا، هنفك الضغط بتاعه يعني. انا بس افرش عشان لو ما ظهرش معاك رفرش الصفحة يعني، عشان انا بتاعي كده. وبعد كده بتفتح الفولدر، هتلاقي جوه الفولدر ده فيه 3 برامج .exe executable files يعني، هتاخدهم كوبي كده. ممكن تحطهم في اي مكان يعني، ممكن تسيبهم حتى مكانهم هنا، بس انا هحطهم في السي يعني، اشتغل في السي. هتيجي عند السي، هتعمل فولدر جديد يبقى خاص بالاس كيو لايت، وهتعمل فولدر اهو سميه SQLite وانتر. وهتحط الفايلات بتاعتك جوه الفولدر ده. هذا البرامج اللي انت نزلتها. انا عايز ارن ده. رن ده ازاي؟ برنه من الكوماند لاين. هو ينفع ارن برنامج من الكوماند لاين؟ اه، بتطلع فوق كده وتكتب cmd، هيفتح لك الكوماند سكرين. كوماند سكرين دي بتمكنك ان انت تكلم الاوبريتنج سيستم. اول ما تفتح كده هتلاقي اهو سي، بيجيب لك هنا الكرنت دايركتوري. ايه الكرنت دايركتوري؟ اللي هو الدايركتوري الحالي يعني، ده الفولدر اللي احنا شغالين فيه حاليا. وتقدر تغيره بكوماند اسمه سي دي. خلاص انا مش هغيره دلوقتي يعني، المهم احنا شغالين هنا يعني. ايه برضو شغالين هنا يعني؟ انت لو قلت الاوبريتنج سيستم اعمل لي فايل جديد، هنا كتبت كوماند تقول له اعمل لي فايل جديد اسمه كذا، هيعمله لك فين؟ هيعمله لك في الفولدر ده. لو قلت له دلت الفايل الفلاني، هيدور على الفايل ده فين؟ هيدور عليه هنا. لو قلت له رن برنامج الفلاني، هيدور على البرنامج ده فين؟ هيدور عليه في الفولدر ده. فاحنا فعلا الفولدر ده اللي فيه البرنامج اللي احنا عايزين نرنه. طب ارنه ازاي؟ بتعمل هنا SQLite3 اللي هو اسم البرنامج ده، تمام، وتضغط انتر، يبقى كده البرنامج شغال. عرفتي منين البرنامج شغال؟ اهو البرنامج هو بيقول لك، بدا يطبع رسائل، هو بيقول لك SQLite فيرجن، وده الفيرجن بتاعه 3.34.1، وده الاصدار بتاعه، التاريخ بتاع الاصدار، ويعني لو عايز هيلب كذا. واحنا دلوقتي كونكتد على ترانزيت داتابيز في الميموري، بس انت ما قلتليش اعمل لك داتابيز في الهارد ديسك، يعني اعمل لي انها في الميموري ومش هنحتفظ بيه. ولو انت عايز تفتح يعني داتابيز معينه، استخدم الكوماند ده، هو بيساعدك يعني، وهو مستنيك تكتب له حاجه يعني. هكتب له ايه؟ ممكن نكتب له اي كوماندز هنا. هو بياخد نوعين من الكوماندز، يا اما بياخد اس كيو ال كوماند، وده لسه اللي هنتعرف عليه الفتره الجايه ان شاء الله، او حاجه اسمها دوت كوماندز. والدوت كوماندز دي بنستخدمها عشان نعمل كونفيجريشن للاس كيو لايت. خلاص، فيعني ما علينا من ده، ده كله لسه هنبص عليه الفتره الجايه. انا المهم دلوقتي انه شغال يعني، المهم نعرف ان هو شغال. طيب جميل، ادي البرنامج بتاعي، تعال نقفله. لو انا طلعت عند السي كده وقلت له هنا سي ام دي، افتح لي الكوماند لاين بحيث يعني الكرنت دايركتوري يبقى السي. ادي السي هو الكرنت دايركتوري. لو انا قلت له اس كيو لايت 3، هل البرنامج هيشتغل؟ لا، ما يعرفوش، ما مش لاقيه، ما اعرفش فين اس كيو لايت 3 ده. ليه يا عم؟ هو معاك اهو في الكمبيوتر. لا، ما هو يعني هو بيدور في السي ما لقاهوش. طب هل هو بيدور في السي بس الكمبيوتر لما اقول له اسم برنامج يشغله؟ لا، يعني انا ممكن اخليه في السي هنا ويشتغل عادي. طب ازاي بقى؟ بتروح السيتنج، لو انت عايز تعمل ده، مش عايز تعمله خلاص، بتروح السيتنج بتقول له بتفتح السيتنج الاول اهو.
هذا البرنامج بتاع السيتنج بتكتب هنا باظ، هتلاقي جاي لك هنا بيقول لك edit the system environment variables. هقول له اه احنا عايزين نedit ال variables. في حاجة اسمها ال variables بتاع ال operating system بيحط فيها معلومات بتساعده في شغله يعني. فهنا هاجي عليها اهو، هقول له افتحها، دي ال variables بتاعته، ال variable والقيمة ايه. انا عايز اغير القيمة بتاعت ال variable ده اللي هو ال path. ايه بقى ال variable ده؟ ال variable ده فيه مجموعة من ال paths لفولدرات، الفولدرات دي هي اللي الكمبيوتر بيدور عليها على البرامج اللي لما تقول له شغلها بيجي يشغلها. فانا مثلا عايز اقول له لما اقول لك شغل برنامج معين دور في الفولدر بتاع الاس كيو لايت ده، فتعال على الاس كيو لايت ده كده وخد الباص كوبي اهو وتعال نحطه هناك اهو. اوكي دي معناها ايه؟ معناها لما اقول لك برنامج بقيت بتدور كمان في البرنامج موجود في الفولدر ده ولا لا. فطبعا لما اقول له SQLite 3 هيدور في المكان ده هيلاقيه، فكده هيشتغل حتى لو الكرنت دايركتوري مش هو المكان ده. تعالوا نقفل ده كده ونفتحه تاني من عند السي. او تعال نفتح CMD. هنكتب له هنا SQLite 3 انتر، اشتغل. اشتغل ليه؟ لان خلاص بقى بيدور في الباس فاريبل، فهو في الباس وكده تمام وزي الفل. كده احنا شغلنا ال SQLite 3. هنعمل ايه بقى بال SQLite 3؟ ده اللي هنبدأ نشوفه ان شاء الله من الفيديو الجاي. يلا شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.